السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة اليوم من سكرتير التحرير، والتي نطوف فيها بين الصحف المصرية القومية والخاصة والحزبية، وكذلك الجرائد وصحف الناطقة باللغة الألمانية. أبرز ما جاء في هذه الصحف ما كتبته جريدة اليوم السابع أن الحكومة تعلن تغييرات أسعار الوقود والكهرباء بعد شم نسيم، وعن استخدام الفحم كتب موقع دويتش فيلا الألماني عن فصل جديد في التلوث بمصر، فيما تنشر المصر اليوم عن وفد عسكري أمريكي يلتقي وزير الدفاع سرا، وتنقل أيضا عن المستشار أمين المهدي قوله بأن تطبيق العدالة الانتقالية في مصر مستحيل. أما فيما يخص شم النسيم فكتبت روزا اليوسف طوارئ حكومية للاحتفال بشم النسيم، وترصد الوفد أن المصريين يلتهمون 400,000 طن رغم تحذيرات الصحة. واليوم السابع تنشر بمناسبة شم النسيم سوزان مبارك تجهز لاحتفال عائلي خاص مع مبارك بالمستشفى. فيما يخص الانتخابات الرئاسية تكتب الوطن السيسي وصباحي ينفردان بالرئاسة ومرتضى يتراجع بعد الاستخارة، وتكتب أيضا جريدة الوطن حلاوة روح استقالة وغضب ومواجهة مع الحكومة، الطفل بطل الفيلم يصرح كنت بصلي جماعة مع هيفاء، وأخيرا تكتب الدستور عن رئيس معهد الفلك أن 30 إبريل غرة شهر رجب. ونرحب في بداية هذه الحلقة بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو زيد. أهلا بك محمد. أهلا بك. وعبر سكايب من فيينا الكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة حنفي. أهلا بك وصفر. أهلا وسهلا يا فندم. لو بدأنا بما اهتمت به الصحافة المصرية من متابعة لأخبار حكومة أزمة الكهرباء، نبدأها من الأهرام والصفحة الأولى. كتبت محلب للأهرام تثبيت أسعار البوتاجاز والكهرباء لمحدودي الدخل، بينما كتبت اليوم السابع على صفحة الثالثة الحكومة تعلن تغييرات أسعار الوقود والكهرباء بعد شم النسيم، مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المقبل 130 مليار جنيه. والجمهورية تكتب الفصل عقوبة القراءات الوهمية للعدادات، ويكتب موقع دوتش فيلا عن استخدام الفحم فصل جديد في التلوث بمصر. دعونا نبدأ من دويتش فيلا وما كتبته عن استخدام الفحم لتوليد الكهرباء. تفضلي يا زفط. فصل جديد للتلوث في مصر. تحية في بادئ الأمر لحضرتك الأستاذ محمد أبو زيد وكل جمهورك الكريم. بتعد القاهرة من أكثر 10 مدن تلوث في العالم، ومع ذلك سمحت الحكومة المصرية باستيراد الفحم لتوليد الطاقة فيما انطلقت حملة مصريون ضد الفحم ضد هذا القرار. عرضته وزيرة الدولة لشؤون البيئة نفسها لولا اسكندر، وتم رفع قضية لإلغائه. انطلقت حملة مصريون ضد الفحم وهي حملة تطوعية تضم خبراء أكاديميين مهتمين بشؤون البيئة، وشنت هجوم واسع ضد استخدام الفحم نظرا للآثار البيئية والصحية والاقتصادية لحماية حق الأجيال القادمة في بيئة وصحة نظيفتين. ضمت الحركة أيضا الرافضة للفحم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية وجمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر. نشرت وزارة الدولة لشؤون البيئة على موقعها الرسمي عدة دراسات أولية تؤكد أن استخدام الفحم في صناعة الأسمنت من المتوقع أن يسبب تكلفة مجتمعية نتيجة لتلوث الهواء بالكربون تتراوح ما بين 3.9 إلى 5 مليار دولار في العام الأول. وقدمت هذه الدراسات أيضا قدمت لمجلس الوزراء المصري لكنها لم تؤثر أبدا على اتخاذ القرار باستخدام الفحم في توليد الطاقة، أو هناك ردود كلها لا تؤدي إلى أي شيء، أننا سنستخدمها في بدء الأمر فقط، أنه سنتجنب الأضرار الجسيمة وسنعمل على وجود بدائل وهكذا كلام. وقد تحدث محمد جابر دوست فيلا الموقع العربي طبعا الموقع الإلكتروني العربي أحد المتطوعين للحملة أن الجهات الوحيدة المستفيدة من استخدام الفحم في توليد الطاقة هي مصانع الأسمنت، وأن قرار الحكومة ده جاء بناء على ضغط من بعض رجال الأعمال، لأن أصحاب تلك الشركات رجال الأعمال هم سيعملون على جلب الفحم
تجهيز المواني لتخزينه وكذلك نقله، وتلك المبالغ الباهظة ستصب في أيديهم وفي جعبتهم أيضا. يحدث جابر أسباب رفض الحملة لاستخدام الفحم في توليد الطاقة بالخطورة التي تكمن في الآثار الصحية لاستخدام الفحم، لأن لما بيحرق الفحم يتشبع الهواء بغازات كثيرة جدا زي ثاني أكسيد النيتروجين اللي بيسبب تهيج في أنسجة الرئة والالتهاب الرئوي وأكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون والأوزون ومعادن ثقيلة زي الزئبق الرصاصي الزرنيخ، وأيضا هناك بصمات دقيقة اللي بتؤدي الأمراض الربو والحساسية المزمنة وملوثات عضوية المسببة للسرطان. الفحم سيتم استخدامه بشكل أساسي في صناعة الأسمنت الواقع على امتداد النيل ومسطحات مائية أخرى. ده ما دفع جمعية مستثمري السياحة بالعين السخنة لمعارضة استخدام الفحم، حيث يمكن أن تسبب 3 مصانع موجودة في شمال البحر الأحمر لتلوث المشروعات السياحية بالمنطقة بأكملها. وإحنا نعلم أنه منتجع صحي سياحي مشهور جدا في العالم أجمع، بما يهدد بالقضاء على السياحة هناك قاطبة. نعم، طيب نشكرك استاذ فاطمه على هذا العرض. لو عدنا الاستاذ محمد، يعني بين الاهرام واليوم السابع، الاهرام تتحدث على انها محلب للاهرام، تثبيت اسعار البوتاجاز والكهرباء لمحدودي الدخل، بينما اليوم السابع تتحدث عن بكل صراحه ان الحكومه تعلن تغييرات اسعار الوقود والكهرباء بعد شم النسيم، وتتحدث على ان مخصصات دعم المواد البتروليه في الموازنه 130 مليار جنيه، والجمهوريه تتحدث عن امر اخر يتعلق بفصل الفصل عقوبه القراءات الوهميه للعدادات، وانت تعلم ان فكره القراءات الوهميه منتشره بشكل كبير. يعني هو موضوع الدعم، دعم المواد البتروليه في الموازنه العامه للدوله، ده امر قائم من عشرات السنين، وهو فعلا امر مكلف جدا للدوله، لكن الدوله ده حمايه لمحدود الدخل اللي ملهمش مرتبات عاليه ولا ليهم دخل يقدر يخليهم لو تم رفع الدعم عن هذه المواد يقدروا يعيشوا اصلا يوم واحد اساسا. لكن في تناقض بين منشراته اليوم السابع وبين منشراته الاهرام حول نفس الامر، موضوع واحد جاي فيه تصريحات متناقضه من الاثنين. وزير الكهرباء في واشنطن قايل ان هو هيبقى فيه، وزير التعاون الدولي قايل ان هو هيبقى فيه رفع لاسعار الكهرباء فيما يخص الشريحة الـ20% الأكثر استهلاكا للكهرباء. لكن هنا وزير هنا رئيس الوزراء بيقول تصريح إن مفيش خالص تأثير على الكهرباء، لا الكهرباء ولا البوتاجاز. لكن ما قالش برضو منظومة البنزين اللي هي الأخطر في الدعم واللي هي بتتكلف مليارات في الدعم. منظومة البنزين بتؤثر على أسعار المواصلات وعلى أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم، كله يعني كله مرتبط بالبنزين. نعم. ففي كلام عن احتمال أن البنزين يغلى، وهو ده الأهم اللي جاي في سياق الخبر. هو في حالة من البحث عن موارد للموازنة العامة، لأن العجز في الموازنة العامة زاد جدا بشكل مخيف، والتضخم ونسبة التضخم زادت بشكل مخيف. وهشام جنينة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حواره مع صحيفة أجنبية قال إن مصر على وشك الإفلاس، فبالتالي هناك بحث عن موارد في الآخر هيتحملها محدود الدخل. لم نسمع عن قرارات لتحصيل ضريبة تصاعدية من الأثرياء، لم نسمع عن قرارات خاصة ب لم نسمع عن قرار تحديد الحد الأقصى للأجور اللي هيوفر مثلا مليارات. احنا عندنا أكتر من 7-8 آلاف موظف بياخدوا ملايين مرتبات. نعم. فيما يخص ما حدث في مسجد بأبو قرقاص بالبنية، نتحدث عن ما نشرته روزا اليوسف أن وزارة الأوقاف تحرر محضرا ضد الشيخ حسين يعقوب لصعوده المنبر بدون ترخيص. أما التحرير فتكتب الأوقاف اجتماع طارئ لبحث أزمة اقتحام حسين يعقوب لمسجد بأبو قرقاص. يعني فكرة استخدام العنوان اقتحام مسجد، يعني هل الشيخ حسين يعقوب قام باقتحام المسجد بمعنى أنه فتح الأبواب ودخل المسجد بقوة؟ يعني استخدام لفظ اقتحام، يعني أنا مش مع موضوع استخدام لفظ اقتحام، ده مش الأهم في الموضوع. الموضوع
ان شركاء 30 يونيو بداوا يتخانقوا. يعني بعد 30 يونيو كان هناك حاله عادت حاله عوده نغمه تجديد الخطاب الديني وتحجيم الخطاب الديني وتهذيب الخطاب الديني وتقليم اظافر يعني من هم قائمين على الدعوه الدينيه. و بس الشيخ حسين يعقوب ليس له علاقه ب 30 يونيو، يعني الشيخ حسين يعقوب صعد على منصه في بعد اقتحام رابعه وفض رابعه والنهضه في مصطفى محمود، لا ما هو صعدش على والشيخ منصه، هو الشيخ محمد حسان، هو راح هو الشيخ محمد حسان وتحدث للناس راح هو وانتقل الشيخ الشيخ محمد حسان هو راح بعد هو الشيخ ذلك. محمد حسان ووقفوا دقيقتين ومشوا، ولان اغمى عليهم تقريبا من الغاز المسيل نعم للدموع والكلام ده كله. قصه صعود المارد السلفي اصلا ما قبل 25 يناير او بعد 25 يناير دي عليها مليون لغز. السلفيين عامه وبمدارسهم المختلفه ما عدا مدرسه بعض المدارس فقط اللي نزلت في الثوره اللي هي مدرسه الشيخ محمد عبد المقصود وغيرهم، غالبيه التيار السلفي كان بيرى السكينه، وغالبيه التيار السلفي ليهم علاقات بالاجهزه الامنيه. و لكن ده تعميم يا استاذ، انا مش قلت يا استاذ مجاد، اصل فكره الغالبيه انا ما قلتش ايضا، كل التيار السلفي، انا بقول غالبيه فكره التيار السلفي. الغالبيه لا احد يستطيع ان يقول غالبيه او اقليه، يعني لا 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 هناك بالعكس، هناك في انا هناك على مستوى التيار السلفي ما هذا وذاك، ايوه، ما انا يعني ما وقت قلتش كل، مبارك هناك من التيار السلفي من اعتقل وعلق في المعتقلات. ما استخدمتش لفظ كل. انا بالنسبه لي تحديدا الشيخ محمد حسين يعقوب هو راح ربع راح مصطفى محمود والكلام ده كله، لكن عمري ما اقدر انساه له هو في جه في يوم من الايام وقال حماس وهما بيرموا البومب على غزه، دول كان يبطلوا البومب، هي بتعمل ايه البومب بتاعهم والكلام ده كله، كان بيسخر من فكره المقاومه وغزه تدكف 2008 يعني. دلوقتي كان بعد 30 يونيو المفروض ان يعني ابعاد كل التيارات عن مجال الدعوه الدينيه ما عدا وزاره الاوقاف باعتبارها الجهه الرسميه، وما عدا حزب النور ومن يدور في فلك حزب النور، واعتقد ان الشيخ محمد حسين يعقوب مش بعيد عن هذا الفلك. وبعدين دلوقتي بدانا بقى يعني ايه يعني يتخانقوا، بدات تظهر حاجات يعني المفروض ان شركاء مع بعض بداوا يتخانقوا ان الشيخ محمد حسين يعقوب لا يمثل خطر على وزارة الأوقاف، هو الراجل يعني نهجه متقارب وغيرها، فيبدو ان هو لن يسمح حتى للي هم قريبين جدا منهم من نهج لكن وزارة هناك من يرى الأوقاف ان ما رسمي. حدث مع الشيخ حسين يعقوب هو عقابا له على موقفه من مما حدث في رابعه ونهضه، لانه كان ضد هذا وضد اساله هذه الدماء. لا انا لا ارى، يعني قد يرى ذلك ووجهة نظر تحترم، أنا لا أرى ذلك إطلاقا. أرى أن الشيخ محمد حسين يعقوب وكثير من شيوخ السلفية، وهناك كثيرين كان لهم موقف ضد الدماء وضد 30 يونيو، ولكن الشيخ محمد حسين يعقوب أعتقد من خلال قراءاتي لخطبه وبياناته لكن لماذا نزل إلى مصطفى محمود مثلا؟ أنه أقرب. لماذا لم يجلس في بيته ويصمت؟ لماذا طب نزل إلى مصطفى محمود؟ ولماذا لم يستمر في مصطفى محمود؟ كل ما لم رأيناه يستمر أحد في مصطفى محمود. كل ما رأيناه في مصطفى محمود هو دقيقتين لم اتصوروا. يستمر أحد في مصطفى أيوه، محمود. أنا نعم. مش بطلب منه المستحيل، ده الراجل كبير في السن إن هو هيروح يتظاهر ولا هيروح والكلام ده كله، لكن أنا اللي أنا أعرفه عن الشيخ محمد حسين يعقوب من خلال تحليل لحاجات كتير ليه لخطبه وبياناته ومواقفه إن هو أقرب إلى خط 30 يونيو وحزب النور. يعني ده هذا رأيك يا أستاذ محمد. لو أنت لو لجأنا إلى الأخبار في جريدة الجمهورية التي كتبت عن أخطاء الأطباء لعنة تطارد مستشفيات الحكومة، والأهرام تنقل عن الدكتور منى مينا سنواصل الإضراب حتى تتحقق مطالب الأطباء، والتحرير تنقل عن وزير الصحة ظهور آثار جانبية من تطعيم شلل الأطفال لا يدين مسؤولي الصحة. لو ليك تعليق أستاذ محمد. يعني احنا عندنا موضوع اضراب الاطباء اتكلمنا انا وغيري من الزملاء معاك هنا وحضرتك اتكلمت وقريت العناوين دي عشرات المرات، وفي الاخر لا يعني لا جدوى، في الاخر في اخطاء طبيه وفي اطباء بيطالبوا بالكادر وبيطالبوا بزياده الرواتب، وهم من حقهم ان هم كل مصر طالبت بزياده رواتبها
بعد 25 يناير والكل خرج في مظاهرات فئويه، ودلوقتي في ظل الارتفاع الاسعار من حق الجميع ان هو وبالذات الطبيب وغيره من ان يعيش حياه كريمه، خصوصا ان في اطباء كتير ما عندهمش يعني عيادات، يعني العياده محتاجه ماجستير وغيرها، ففي اطباء كتير ما عندهمش عيادات، ما عندهمش، بيعتمد فقط على مرتب وزاره الصحه او مرتب الجامعه، وده لكن مطالب الاطباء لا تنحصر فقط في فكره زياده الرواتب، بتتكلم عن ان ميزانيه الصحه تزداد، وان فكره التعامل الادامي مع المرضى وتحسين حاله المستشفيات، يعني ليس مطلب فقط نعم نعم يعني يعني هو منحصر في زياده الرواتب بالضبط، يعني. زياده ليس الموضوع كله منحصر في هذا الامر، ولكن تحسين الحاله الصحيه وتحسين المستشفيات من الخارج، وأن تكون المستشفى لائقة باستقبال البشر، ده مهمة الحكومة، لكن حسن معاملة المرضى ده مهمة الأطباء مش مهمة الحكومة، يعني نعم إن أنت تتكلم مع إن أنت تكون علاقتك جيدة بالمرضى وتتكلم معاهم بطريقة لائقة، ده مهمة الطبيب نفسه. نعم الأهرام على الصفحة الثالثة تنقل تصريحا عن وزير الدفاع عن القوات المسلحة صمام الأمان لمصر، والمصر اليوم تكتب وفد عسكري أمريكي يلتقي وزير الدفاع سرا، اللقاء بحث عودة المساعدات وصدقي لنائب هيجل توقفوا عن دعم الإرهابية. والتحرير تنقل عن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لم نرصد أي مخالفات مالية في الجيش، والنائب العام هو المسؤول عن عدم التحقيق في قضايا الفساد للجهاز المركزي للمحاسبات. واليوم السابع تكتب أن القوات المسلحة تعالج حاليا 500 مريض تمهيدا للإعلان الرسمي في يوليو، والمصادر الجهاز عالج 80 حالة إيدز وفيروس سي، والفريق البحثي لن نخضع لحملات التشويه. رأيك؟ يعني في كذا حاجة تستحق التعليق، منها موضوع زيارة وفد عسكري أمريكي والتقائه بقيادات في القوات المسلحة سرا، الكلام ده غير دقيق، لأن الوفد العسكري هو وفد من المحاربين القدامى وليس وفد عسكري رسمي. تاني حاجة، ملاحظ جدا تصدير خطاب إعلامي عكس الحقيقة وعكس ما يدور في الكواليس. الخطاب الإعلامي يرتكز على حاجة مهمة جدا جدا، إن في دعم أمريكي مادي ومباشر، إن أوباما بيتحكم في الكونجرس عشان إدى الإخوان 25 مليار وحاجات، وكل الكلام ده كله ده تغيير يعني ستار على الحقيقة. الحقيقة إن الأمريكان ليس لهم علاقة استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط المنطقة العربية غير مع الجيوش ومصادر صنع القرار في الدول العربية ومنها مصر. العلاقة بين الأمريكان والجيش المصري علاقة ثابتة وراسخة، وليست مش مستعدين يضحوا بيها علشان خاطر الإخوان أو غيرهم. وبالتالي تصدير خطاب إعلامي إن الموضوع فيه اتصالات بين الإخوان والأمريكان، وإن صدقي يقول لي هيجل وزير الدفاع الأمريكي عليكم التوقف عن دعم الإخوان، ده كله كلام خارج السياق ومش حقيقي، وبيتم إرسال البيانات دي للصحف لكي ترسيخ صورة ذهنية عند الناس إن العلاقة الحقيقية بين الإخوان والأمريكان وهي العكس، العلاقة الحقيقية والمصالح المشتركة ما بين المؤسسة العسكرية وما بين الأمريكان. نعم المستشار أمين المهدي يصرح عبر المصري اليوم أن تطبيق العدالة الانتقالية في مصر مستحيل. والتحرير على الصفحة السادسة، رئيس الوزراء السابق في صالون السناوي يقول لو دفعنا 20% من الدعم نقدا لمستحقيه هنغنغهم. والبيبلاوي يقول قلت للسيسي ستكون الضحية الأولى لكن التاريخ قد ينصفك. الوطن تكتب على الصفحة الثالثة، الهلالية للطيب 18 دبوديا بالأكفان على عربة كارو شرط للصلح، وتقصي الحقائق تنتهي من حصر خسائر الطرفين، وغريب والبدري على رأس وفد رياضي لوقت الفتنة. والوطن تكتب في الصفحة الأولى عن أزمة السماد، الأرض جعانة، تحقق من الدلتا والصعيد الأسعار تتضاعف، والحكومة تترك الفلاحين للسوق السوداء. والمصري اليوم تكتب أن منصور عامر وكبابجي فرحات يسددان 30.5 مليون جنيه للتصالح الضريبي. ودميان يقول أن هناك قرارات صعبة قريبا يجب على المواطنين تحملها لإصلاح منظومتي الدعم
والضرائب. استاذ محمد، لو لفت انتباهك اي شيء من هذه الاخبار. يعني موضوع الضرائب اللي بيدفعها منصور عامر و كبابجي فرحات وكبابجي فرحات وانا باكل من عنده مصر كلها كانت عامله اصلا. يعني 30 مليون جنيه ده من اجل التصالح. لو احنا جينا، لو الحكومه بتبحث عن مصادر حقيقيه للدخل بعيدا عن محدود الدخل اللي هم اصلا مطحونين، اللي هم في ساقيه، يعني يا دوبهم. طب مش الخبر ده يعني يسير في سياق البحث عن بدائل ما هو ده اللي انا عايز اقوله، المصالحات ان الضريبيه؟ احنا عندنا 30 مليون للمصالحه، ده مش حجم الضريبه، 30 مليون للمصالحه فقط. يعني معنى كده ان الضريبه ممكن تتعدى مئات الملايين او عشرات الملايين على هذه الشخصيات. في عندنا وفقا لتقارير مجلات عالميه زي فوربس وغيرها، ان عندنا اكبر مليارات، اكبر عدد من المليارديرات موجودين في مصر. عندنا شرائح كبيره ثرواتها تتعدى الملايين، وشريحه ثروتها تتعدى المليارات، ودي زي ما قال هيكل زمان ان هم دول اكتر من 80 او 90% من اكتر من 95% من المصريين، اكتر من 95% من محدود الدخل، و5% فقط هم من يحتكرون الثروه. احنا لو ركزنا مع ال 5% دول وشفنا ملياراتهم، في العشرات من رجال الاعمال، ما يجي يطلع كده رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابيه، وقلنا مين من رجال الاعمال سواء بهجت او بالعينين او غيرهم او العشرات اللي كانوا متعثرين في سداد 3 و4 و5 و6 مليار جنيه للبنوك، اخذها قروض لمشاريع عملوها، عملوا فيها ايه؟ محدش قال لنا. ليه ما تاخدش من دول ما عليهم من اموال الدوله؟ يا سيدي مش حتى ضرائب، ده هي قروض، يعني حقوق للدوله. ده بحث عن بدائل. اما الضرائب فانت تقدر تجيب من الشريحه دي لو فرضت عليها ضرائب تصاعديه، وما تقوليش الاستثمار ومش الاستثمار، دول بيغنوا كتير جدا مصلحه الوطن، ضحوا انتوا من اجل مصلحه الوطن وسيبوا محدود الدخل في حاله. فيما يخص الحديث حول مقتل ضابط الشرطه، الجرائد النمساوية تحدثت عن جريدة النمساوية تتكلم عن مقتل ضابط بتفجير قنبلة في القاهرة، وفي جريدة دير ستاندرد النمساوية قالت أيضا مقتل ضابط وجرح آخر في شمال القاهرة واشتباكات بين المسلمين والمسيحيين. اليوم السبع تكتب جنازة عسكرية للضابط شهيد تفجير ميدان لبنان، والأخبار تتكلم عن جماعة أجناد مصر تتبنى حادث التفجير وتشييع جنازة الرائد محمد جمال شهيد تفجير ميدان لبنان، وليت الشهيد كان يتمنى الشهادة وحسبي الله ونعم الوكيل في من لا دين له ولا وطن لهم، نسأل الله له الرحمة إن شاء الله بإذن الله. يعني أستاذة فاطمة، لو يعني لماذا اهتمت الجريدة النمساوية بهذا الخبر وماذا قالت عن هذا الموضوع؟ تهتم جريدة دير ستاندر لأنها تحتل الموقع الأول من مواكبة الأحداث في النمسا وفي الصحافة الألمانية قاطبة، لأنها فعلا بتعمل أبديت لكل الموقع بتاعها، يعني كل ساعتين ثلاثة بتنشر خبر وتعمل تحديث للأخبار، هي الموقع المتميز في النمسا كلها. فتحت عنوان مقتل ضابط وجرح آخر في شمال القاهرة واشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، ولم أجد هذا الخبر إلا على جريدة دير ستاندر. لقد تم الهجوم بالقنابل في شمال القاهرة مساء الجمعة، وقتل ضابط شرطة وأصيب آخر وفقا لتقرير أخذت هذا التقرير من صحيفة الأهرام الرسمية على موقعها الإلكتروني، وأضافت أن لا أحد يعرف ما هي بداية الأحداث، من هو المخطئ ومن الذي بدأ. فمنذ أن عملت القوات المسلحة على عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، كثف المتطرفون من هجماتهم على قوات الأمن والجيش، وعادة ما تتهم الجهات الرسمية الإسلاميين بمسؤوليتهم دوما عن الهجمات، وتتصدى لهم قوات الأمن بمنتهى العنف، وقد تم قتل أكثر هذه الجزئية من تيرولر سايتون بجريدة أخرى أضافت هذه الجزئية، تم قتل أكثر من 1500 من أنصار مرسي واعتقال أكثر من 15,000 المؤيدين له، وتم الحكم على المئات منهم بالإعدام. إضافة أيضا لديه ستاندر في خبر آخر قالت اليوم حوالي الساعة 5 إن تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على اشتباكات وقعت بين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بين عدد من المسلمين والمسيحيين بمدينة
الخصوص واستخدمت فيها الأسلحة النارية وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين من الطرفين. قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية إن الاشتباكات دي اندلعت بمنطقة الزرايب بين مسلمين ومسيحيين بسبب الخلاف على أولوية مرور السيارات بالمنطقة. استخدمت فيها أيضا الأسلحة النارية والخرطوش وأسفرت المشاجرة عن مطرع شخص كما قلنا إثر إصابته بطلق ناري فيما أصيب أربعة آخرين من الطرفين. وكان هناك العام الماضي في نفس المنطقة اندلاع لأعمال عنف طائفي في منطقة الخصوص بين المسلمين والمسيحيين والذي وطبعا ذكر عدد المسيحيين كان عدد القتلى 7 منهم 6 مسيحيين. وقال كمان ان المسيحيين يمثلوا حسب تقديرات غير رسميه نحو 10% من مجموع سكان مصر. نعم استاذ محمد لو ليك تعليق على هذا الموضوع. يعني انا ليا تعليق. هذا الامر في شقين. الشق الاول لا ينكر احد او اللي عايز ينكر ينكر ويدفن راسه في المال في الرمال ان في مجموعات فعلا تكفيريه موجوده في مصر وجماعات اخذها الشطط وشط بها العقل والدين لدرجه انها ممكن تعتقد انها لما تقتل ضابط مرور في ميدان لبنان بقنبله كده ده جهاد او انتقام او غيرها، مع ان ربنا بيقول ولا تزر وازره وزر اخرى، ومع ان اصلا ديننا عمره ما بيقول كده. اللي هيجي يقول لي بقى ده يعني سيناريو ان هم بيعملوا كده والحاجات دي كلها، لا انا ما اعتقدش كده خالص. اعتقد ان في يعني ترى ان هناك متطرفين او متشددين اسلاميين يقومون في جماعات فعلا تكفيريه كانت. انا طب كنت بعمل لماذا نشر هذه الجماعات في هذا التوقيت؟ لا لا الجماعات دي موجوده ايام مرسل. كنت بعمل تحقيق عن الضباط اللي اختفوا بعد ثوره يناير، 3 ضباط وامين شرطه. نعم. وكنت ببحث عن يعني مكان الاختفاء ورحت قابلت اهاليهم في المنصوره وبعد كده رحت سينا وبعد كده بدور، فالتقيت بناس من هذه الجماعات كانوا بيكفروا مرسي وبيكفروا حماس وبيكفروا اردوغان وشايفين ان مرسي كان يعني واحد منهم قال لي ان مرسي كان يجب ان هو يستتاب زيه زي مبارك ويقام عليه الحد. يعني في جماعات لا ينكر احد في جماعات متشدده متطرفه نقلت نشاطها من سيناء الى داخل القاهره، وهو بصراحه يعني هم ابعد ما يكون عن الدين او الفهم الصحيح للدين. اذا كان كما قلت رايهم في مرسي ان هو مرتد وبد ان يستتاب، لماذا لم نرى مثل هذه الهجمات الا في هذا التوقيت؟ الجزء الثاني بقى من الموضوع واضح ان في استثمار من النظام، يعني النظام يخلق بيئه تؤدي الى العنف وتؤدي الى الانتقام، بدل من ان يعالج اسباب العنف او بدل من ان يركز اهتمامه الامني فقط على مطاردة الجماعات المتشددة أو يكشف الصلات بين تلك الجماعات وأجهزة مخابرات إسرائيلية أو أجنبية أو غيرها وركز في ضرباته الأمنية عليها، بيخلق أجواء تؤدي إلى انتشار العنف سواء عن طريق الانتقام. أنت كل يوم لما تركز لما تقتل لي متظاهر سلمي في مظاهرة أو تعذب في السجون بطريقة لا أدمية وبطريقة تنتهك كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو تتحرش بالمعتقلات أو جرائم أخلاقية من هذا الإطار، أنت بتخلق بدل ما يبقى في بيانات ومعلومات عن الجماعات التكفيرية أنت بتخلق متطرف محتمل قد ينتقم لمقتل أخوه. وليس بشرط أن يكون متطرفا يا أستاذ محمد، يعني ممكن يأخذ الأمر بالانتقام دون أن يكون يعني له تغطية فتوى أو ذلك. لا لا يعني أنت بتخلق منتقم، والمنتقم يعني إحنا عندنا في الدين المفروض أن الانتقام أو الثأرة والكلام ده كله، ما فيش حاجة اسمها أن واحد قتل أخويا أروح أقتل واحد تاني بس علشان هو زميله في نفس المهنة، هل ديننا بقول كده؟ فبالتالي بتخلق دوافع من الانتقام بعيدة عن يعني بعيد تؤدي يعني ما أقصده أن الانتقام ليس مرتبط بتطرف الأفكار لكن ربما بتطرف الأفعال. أنت تخلق هذه واضح جدا أنه يستغل هذا المناخ، يعني هو مبسوط جدا في العمليات التفجيرية دي من أجل مزيد من القمع، من أجل مزيد من إحكام السيطرة والقبضة الحادية، لأن هو لما يكون عنده في قنابل بتنفجر هو مش هو ما يكونش ممكن ما يكونش هو وراء المواضيع دي، لكن بيستغلها
في رفع شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة مع الإرهاب، وبالتالي أن تكون هناك قبضة حديدية وأن يبرر تلك القبضة. ده حاجة. الحاجة التانية هو لا يعمل من أجل مناخ صحي يمنع نمو الأفكار المتشددة أو نمو المشاعر الانتقامية، هو يفعل يعني ما يهموش، أهم حاجة السلطة. نعم. فيما يخص شم النسيم، جريدة الأخبار تتحدث على أن المحافظات استعدت لاحتفالات أعياد الربيع، الحدائق والمتنزهات والشواطئ تزينت لاستقبال ملايين المصريين. روزا اليوسف تكتب على الصفحة الأولى: طوارئ حكومية للاحتفال بشم النسيم. اليوم السابع تكتب: خطة شاملة لتأمين احتفالات القاهرة بشم النسيم. روزا اليوسف تكتب: الفسيخ والرنجة والأغاني الشعبية تقاوم إرهاب الإخوان، والوفد: المصريون يلتهمون 400,000 طن رغم تحذيرات الصحة، والشعب يريد أكل الفسيخ. روزا اليوسف: مصادرة 250 طن فسيخ وأسماك فاسدة قبل بيعها بشم النسيم. واليوم السابع تكتب: بمناسبة شم النسيم، سوزان تجهز لاحتفال عائلي خاص مع مبارك بالمستشفى. قرينة الرئيس الأسبق حصلت على الموافقات الأمنية، ومبارك طلب حضور 20 من أقاربه وأصدقائه وأحفاده وخديجة وهيدي. أستاذ محمد، لو ليك تعليق يعني على شم النسيم. يعني انا اولا ما اعرفش ان شم النسيم النهارده، انا افتكر ان شم النسيم بيجي كل يوم اتنين او كل سنه كل يوم اتنين، ما اعرفش هو مش خالص. النهارده، المفترض بكره، يعني بنتكلم على الاثنين. المفترض دي بكره اخبار الحد، فبنتكلم على الاثنين. تمام. هو النهارده الحد، يعني النهارده بدايه يوم يعني الاحد يعني. دي الاخبار بتاعت يوم الاثنين. نعم. تمام. احنا ناخد موضوع الخاص بالسيده سوزان مبارك. عايز اقول لك بس اكشف لك عن كواليس الحوار الذي جرى مع الرئيس المخلوع من قبل، او التصريحات السريعه التي جرت مع الرئيس المخلوع من قبل زميل محرر في مصر اليوم. يعني المحرر، يعني لا يمكن كثير توقع ان المحرر يعني يتصل بالنمره، فمبارك رد عليه ودار بينهم هذا الحوار. ده التسجيل الصوتي، يعني التسجيل الصوتي بيقول كده. ايوه الرئيس. لا لا لا، ايوه يعني هو مش معاه رقم مبارك، وبعدين مبارك برد عليه. مبارك مش برد على التليفون يعني على بشكل اي حد مباشر عابر يعني. سبيل يعني. الكواليس ان سكرتارية مبارك والمحوطين بمبارك ابلغوا مجموعه من الصحفيين، ومنهم صحفيه قريبه من هذا الصحفي، ان هم عايزين صحفيين يتعاملوا مع مبارك خلال الفتره المقبله، وهي بدات تمهد لحوار ومش عارف ايه، وهي رشحت لهم مجموعه من الصحفيين اللي هو ممكن قد يلتقيهم. والمهم ان هو اتصلوا بيه وكان مجهز نفسه وبدا ياخد هذه الكلمات لكي يجرى هذا الحوار. فمن الواضح ان يعني الرئيس المخلوع لا في حضرتك بتتكلم عن رئيس مخلوع مفترض متحفظ عليه ايوه لسه بدي في اقول لك بقى، مستشفى المعادي يعني وعليه حراسة. المفروض ان هو لسه محبوس على ذمة قضايا، والمفروض ان هو قيد الإقامة الجبرية، والأعراف والتقاليد والقانون في اي مكان في الدنيا وفي مصر ان من هو قيد الإقامة الجبرية لا يتمتع بكل هذه الرفاهية. يعني عايز اقول لك على معلومة، يعني ان حتى في عهد الرئيس المطاح به محمد مرسي، مبارك وحاشيته وسعاته وطهاته كانوا بياخدوا موازنه مرتباتهم بالكامل من رئاسه الجمهوريه. حتى الان الى هذه اللحظه حراسه مبارك. مصدر المعلومه أقصد، يعني مدى ثقه هذا هذه الامر المعلومه تم مناقشته في تقرير لجنه، في تقرير جهاز المركز للمحاسبات عن موازنه الرئاسه، ويتقاضوا أكثر من 200,000 جنيه سنويا أو 300,000 جنيه سنويا حراسة مبارك. والسعاة والطهاة ما زالوا يتقاضون رواتبهم من مؤسسة وفقا لتقرير الرئاسة، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن موازنة رئاسة الجمهورية. إذن الرئيس المخلوع ليس رئيسا مخلوعا، وليس قيد الإقامة الجبرية، وليس محبوس احتياطيا على عدة تهم أخرى أو عدة جرائم أخرى. وفاكر لما كنا بنتكلم إن النيابة بتقول عن مبارك إن هو أمر بنفسه بإطلاق النار على الجزارين، الآن يعيش مبارك حياة طبيعية جدا، و و و و الراجل يحتفل بعيد شم النسيم، يحتفل بعيد شم النسيم، والصحفيين بيكلموه، وبقول لهم، بقول في نص المكالمة إن شاء الله هبعت لكم وتيجوا تقعدوا معايا شوية، قيد الإقامة الجبرية والصحفيين هيروحوا يقعدوا معايا، والعائلة والأسرة هيروحوا يقعدوا معايا، والحياة بيس يعني. فيما يخص الانتخابات الرئاسية، جريدة دير شتندرد النمساوية تكتب: السيسي يقضي على كل خصومه.
ولا أخبار تكتب إغلاق باب التقديم للانتخابات الرئاسية في الثانية ظهر اليوم. وعبد الوهاب يقول التزام كامل بالمواعيد وإعلان الأسماء غدا والاعتراض خلال 48 ساعة. ومروان نصف مليون توكيل للسيسي ومرتضى الثانية لي صباحي. والأخبار تتحدث عن اليوم غلق باب الترشح والمنافسة بين السيسي وصباحي. أما روزا اليوسف فتنقل عن العليا للانتخابات 352 لجنة عامة و14 ألف لجنة فرعية بإشراف 16 ألف قاضي. والأخبار العليا للانتخابات السيسي يطلب الأسد وصباحي النسر. واليوم السابع تكتب أن السيسي في الكاتدرائية وصباحي في اللجنة العليا. المشير يهنئ البابا بعيد القيامة وحمدين يتقدم بأوراقه رسميا وشقتان وسيارة ورصيد بنكي في إقرار الذمة لحمدين صباحي. الوطن تكتب السيسي وصباحي ينفردان بالرئاسة ومرتضى يتراجع بعد الاستخارة ومصادر الانتخابات دون إعادة وحمدين يترشح رسميا وأنصاره يهتفون توكيلاتنا حلال وحملة المشير تشكل لجنة شباب. أما جريدة الأخبار فتنقل عن المشير قوله الشعب نسيج واحد وحمدين اللجنة محايدة ونزيهة. التحرير على الصفحة الثالثة السيسي في الكاتدرائية لأول مرة. والمصر اليوم تكتب حملة السيسي تعلن عبد العظيم حازم عبد العظيم أمينا عاما للشباب وبدر والخولي أعضاء اللجنة تتولى مسؤولية التواصل مع الخبرات الشبابية في جميع القطاعات. أما الأهرام فتكتب حمدين صباحي ثاني المرشحين للرئاسة. حملة السيسي تشكل لجنة الشباب وبدء وصول المراقبين الدوليين. والمصر اليوم تنشر إقرار الذمة المالية الخاص بصباحي. وروزا اليوسف تكتب صباحي في الانتخابات رسميا ومرتضى يتراجع ويتهمه بتقديم الرشاوى. واليوم السابع تكتب منصور ينسحب استجابة لإرادة الزمالك. هاجم صباحي وطالب أنصاره بتأييد السيسي بإدارة الزمالك. الجمهورية تكتب نقلا عن الام بي سي وقف باسم يوسف لعدم التأثير على الناخبين. والتحرير تنقل عن بوسينة كامل قولها أردت إثبات أن نصف المجتمع حاضر ومؤثر. نبدأ من جريدة دير ستاندرد النمساوية وما كتبته عن السيسي يقضي على كل خصومه مع الأستاذة فاطمة. تحت عنوان بالألماني سيسي إيفاريرز زي لجيبنا، يعني بتستخدم في موقع مثل الدبابات يسحق، لكن أنا استخدمته تعبير صحفي يقضي على كل خصومه. مقال أسترت فريزل مراسلة دير ستاندر في القاهرة. يعمل الاتحاد الأوروبي على مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر. سلمت يوم الاثنين الماضي حملة وأيد السيسي صناديق عدة لتحمل توكيلات دعم السيسي للجنة الانتخابية الرئاسية المصرية. قدمت ليس فقط العدد اللازم وهو 25 ألف توكيل، ولكن ما يفوق ذلك بعشرة أضعاف. بيشكو منافسي السيسي في هذه المعركة لأعلى منصب في الدولة حمدين صباحي بأن الهيئات الحكومية تتعاقب وتتعنت مع مؤيدين لهم أتباعه. ولتصحيح هذه الفكرة أقدم محافظ الوادي الجديد على تقديم استقالته، وذلك لأنه وقع على بيان دعم للسيسي لوسائل الإعلام المختلفة أو أمامها يعني. ووعد صباحي بتقديم أدلة أخرى تثبت ما قدمه من ادعاءات على المنافس الآخر. وتقدم قبل أيام قليلة من إغلاق باب الترشح أيضا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لكرة القدم، وتقدمت أيضا بوسينة كانت كتمثيل للعنصر السياسي، التمثيل المشرف كما يقولون، والتي قد لا تتمكن من الحصول على العدد الكافي من توكيلات المؤيدين كما حدث في انتخابات 2012. كشفت دراسة قام بها مركز ابن خلدون جاء فيها أن السيسي حصل على 71% من مجموع الأصوات، ومن بعدها يأتي حمدين صباحي ب 25% ومرتضى منصور حصل على 4% من الأصوات. قد أكد الفريق الإعلامي للسيسي أن 70% من مصروفات حملته تقع على كاهلهم الخاص، وقد التقى السيسي بممثلين عن جميع الطبقات الاجتماعية لأنه لن يستطيع الوصول أمام الجماهير بشخصه، وذلك لأسباب سلامته الأمنية ودواعي أمنية
مختلفة، ولم يقوم أيضا بعمل مناظرات تلفزيونية، ولم يعلن أيضا بعد عن برنامجه الانتخابي ما دخل هذا بالدوائر الأمنية أيضا. وقد وقعت الحكومة المصرية يوم الاثنين اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينص على أن يقوم بتوفير بعثة للعمل على القيام بمراقبة شاملة للانتخابات. ينبغي أن البعثة دي بتتضمن بعض من دول الاتحاد الأوروبي أيضا، فضلا عن ممثلين من كندا، سويسرا، النرويج، لأن دول مش أعضاء في الاتحاد الأوروبي، سويسرا والنرويج. بيسعى الاتحاد الأوروبي أن يدعم انتخابات شفافة وذات مصداقية، ويساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على حد قول جيمس موريل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي. هناك تحديث أيضا للخبر، لأن حمدين صباحي النهارده كان لم يتأكد ترشحه للانتخابات بتقديم التوكيلات على موقع اس ار اس السويسري، لأن في حفاوة جامدة جدا على موقع جيش طنجة وكل المواقع الألمانية كمرشح يساري ينافس المرشح الأوحد للجيش والتابعين قيم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. لا، كما لم يكن انقلاب يعني حضرتك. نعم، شكرا ليك يا فاطمة. لو ليك تعليق أستاذ محمد سريع. في رسائل سريعة في هذا الأمر. الرسالة الأولى إن احنا في انتخابات 2011 رأيت عقبة ثورة يناير، كانت انتخابات رئاسية في 2012، كان عندنا 13 مرشح. نعم. كان عندنا أسماء قوية جدا حصلت على التوكيلات بأسهل ما يكون. كان عندنا عمرو موسى وإسليم العوة ومرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي، والكل حصل على، وعبد المنعم أبو الفتوح، والكل حصل على أصوات بالملايين. نعم. وخالد علي وغيرهم. الآن نحن أمام انتخابات فيها المرشح الوحيد فقط، ومرشح ثاني كانت هو مطلوب على وجه السرعة وفقا للشفافية أن يعلن الأستاذ حمدين صباحي أن كان في أزمة عنده في التوكيلات، في جمع التوكيلات في محافظات مختلفة لكي يستطيع أن يخوض الانتخابات. ممكن يكون جمع في القاهرة وفي غير المحافظات، لكن كان عنده أزمة في محافظات تانية. مطلوب على وجه السرعة إصدار بيان التوكيلات الأخيرة اللي صدرت للأستاذ حمدين صباحي، صدرت من مين، وما قيل أن حملة السيسي حررت توكيلات لصالح حمدين صباحي لكي يدخل المسرحية. مطلوب رد معرفة التوكيلات الأخيرة التي جمعت، التي جرت بين يوم وليلة وجعلت صباحي ما بين مرشح يعني كان من المحتمل الكبير ألا يجمع التوكيلات إلى الوصول إلى رقم 31,000. الأمر الآخر فيما يخص المرشح مرتضى منصور. مرتضى منصور زيه زي المهرجين اللي راحوا دخلوا السباق اللي بقول لك انا هحطم 7 دول واقتحم دوله في 30 ثانيه وانا الرئيس قبل المشير، احنا رؤساء زي بعض، زيه زيهم بالظبط. لكن لماذا افردت له مساحات ماراثون في كل الفضائيات؟ لان مرتضى منصور يتم استغلاله واستخدامه من قبل الاجهزه التي تستخدمه بهدف رساله معينه. مرتضى منصور طلع من 3 شهور على قناه الفراعين او 4 شهور مع توقيع وكشه، والاجهزة المخابرات قالت له ستوب لان الرساله اللي انت عملتها خلصت وتطلع بعد فتره. لضيق الوقت فيما يخص منع فيلم حلاوه روح اليوم السابع تكتب حلاوه روح في مجلس الوزراء، والوطن تكتب حلاوه روح استقاله وغضب ومواجهه مع الحكومه، والطفل بطل الفيلم بيقول كنت بصلي جماعه مع هيفاء. الجمهوريه تكتب الفنانون يرفضون حلاوه هيفاء ومفاجأة، رئيس الرقابة أصر على الفيلم رغم رفض الأعضاء. أما التحرير فتكتب الخطايا 10 للحكومة في منع حلاوة روح، القرار ضد حرية الإبداع المنصوص عليها في الدستور ويعد تدخلا في عمل الرقابة، وسوء مستوى الفيلم لا يبرر للحكومة منعه أو إعادة تقييمه رقابيا، ورئيس الرقابة يتقدم باستقالته على الهواء. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من سكرتير التحرير. نشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أبو زيد والكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة حنفي، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.